لكم اياها الافكس بالتداريه شفتد اور ستوب. زين، فاذا انت مثلا يعني انت المفروض بالفيث حسبتها انت طلعت بالسبنت انت كروستال سبيك سبنت مثلا باللاترال كلافيكولار فشي تكون الاسباب ليه فنتكولار بعد كارديو مايبر بس خليني اقول لك صار انت شنو تفكر؟ تفكر انه يعني سبب اما اكو شيء من التشيست يضغط فنفكر انا مثلا بالرايت سايد اسوي شفتنج بالميديا الثانيه فكر مثلا بالرايت ماسف افيوجن والرايت تنشن هيموثوركس بحد دفع الميديا الثانيه كله بهيك الصفحه اوكي او مثلا اذا هنا اكو راح يكون يدفع هاي الصفحه ها ترانسليت يعني على ايه ناس اذا عاد يرجع اي ضغط بس هي قضيه يعني باللحظه هي شحش يعني مو كارديو نفكر احنا فيما يخص الكارديو نفكر احنا اذا صار اكو ليف فنتريكولار هايبرتروفي او ليف ريجيتيشن ممكن الاف اكس بي تحت تتحرك من مكان يعني اذا المريض هو اورتيك ريجيتيشن صار له فتره هوايه ممكن راح نلقى الاف اكس بي ما راح تتحرك الى سفن انتر كروستال سبيس ليش؟ لان يصير في ريجيتيشن فهاي متعلقات الاف اكس بي انه شلون تفحصوها انه وين يكون ابسنت انه شنو الاسباب الانواع مالتها وشلون تنفشته يعني تنفع اهم شيء طريقه الفحص اول شيء تحدد بعدين تنحسب مو تجي بالامتحان راسا تحسب تحددها اول شيء باوع عليها زين مرات حتى طوي يخلون باوع عليها حددتها هنا مثلا قلت هاي الابيكس بي ورا ما تخليها تجي تحسب مو تجون تحسبون راسا زين فهذا موضوع الابيكس بي وراش عندنا بالبالبيشن ايضا عندنا الفروض شنو الفروض؟ بالمرة هو احنا كاكزامينيشن كارديو فاسكولار هو كلها يدور حول المرمر المرمر هنا بالكندي ماكو يعني بصراحه هيك كاسات يعني سكتر مرات هو داخل على شيء ويطلع بالصفحه عنده مرمر وياه فشوي انه مالك شيء خاص هو ماكو بس هو احنا هو كل الغايه ومن الاكزامينيشن هذا هو كلها تركيزه على المرمر شنو تعريفه؟ تربلنت اللي هو احنا بالهارت يعطينا مرمر وبالبرفرال روي يعطينا بروي هو نفسه اذا هنا يعطيكم يسموه بروي وبالهارت يعطيكم المرمر المرمر حسب نوعيه الفالف فمثلا اكو ابنورماليتيز مال فالف معين نعرف مثلا بعد مرمر معين اكو ابنورماليتي تعطينا نوع اخر زين المرمر احنا هذا من يجي اما الصوت ممكن نسمعه ويا السيستوليك او نسمعه ويا الدايستوليك شلون نحدده؟ كاروتيد كولس نسوي تعرف ولذلك احنا بالفحص المفروض خالي السماعه هنا من حسين اكو فرق صوت راح نخلي ايدنا على الكاروتيد كولس زين هذا الصوت اللي راح نسمعه اذا يجي بين انتم عندكم الفيرس وعندكم السكند هذا سامع فالاس 1 هو بدايه السيستوليك والاس 2 هو نهايته فإذا يجيكم شيء بين الـ S1 وبين الـ S2 هذا يسموه سيستوليك إذا يجيكم وراء الـ S2 أو قبل الـ S1 هذا تعتبره دايستوليك زين شلون تحددوا هذا S1 وهذا S2؟ فمثلا أنا إيش راح أسوي مثلا؟ لأن إحنا هسا هنا هذا الموضوع راح نجلس أوسكلتيشن بعدين فراح نخلي السماعة خليناها على الأبيكس وخلي إيدي أول صوت راح أسمعه إنه يجي ويا الـ B هذا S1 طبعا انت ما راح تطالب باقي الالكتر بس مجرد بس تسمع شويه عقلك ياخذ بيه فالسنكرونايزيشن يبقى يكملها هيك يعني انت راح تخلي لك هنا ها شويه راح تقوم تميز هذا S1 S2 زين طبعا الموضوع هو ليش صعب؟ لان انتم هذا اللي حكيتوا بين S1 و S2 قد المسافه فقط تقريبا؟ لا لا كوقت يعني قد واحد يعني تقريبا هو حسب الهارت ريت لذلك كل ما يكون تكيكارديا راح يكون اصعب لانه اذا كنت تكيكارديا يعني معناته راح تصير تقريبا بين S1 و S2 يعني ملي سكند بينما كل ما يكون براديكارديا شوي تكون المسافه اطول